مبركة واللي ماشي بعيادة متحركة عمري ما حد نده له وسابه تلقى كله مهاب من دخلته أصله دكتور فاهم شغلته رغم طبته ما كانش في حسبته في الحوارات رجلي هيتجابه حاوي ناوي غاوي يعمل قلبان أصلي مش كل جواب بيبان زي ما الناس قالوا من العنوان حاوي ناوي غاوي يعمل قلبان اصحى فوق ده أنا وديك البحر وخليك ترجع عطشان وابتدى وده عمال بيخطط لده ويا ترى مين بقى كبش الفدا واللي نفخ عالتاني عضلاته قالوا يا مخبى الحاوي في جرابه واللي يدخل في دماغه بيجيبه وده دكتور وهرش ألعبه صعب يغش وحاوي بحركاته حاوي ناوي غاوي يعمل قلبان أصلي مش كل جواب بيبان زي ما الناس قالوا من العنوان يعني كل الهدوم اللي انت جايباها لنفسك دي وما فكرتيش تجيبي لي بنطلون بيجامه انام فيه حتى لو برجل واحده نسيت يا مهاب خلاص خد البيجامه بتاعتي البسها واخلص بس دي هتبقى واسعه عليا قصدك ايه يا مهاب على فكره انا ممكن الم هدومي دلوقتي واروح على بيتي يا حبيبتي انا اقصد يعني ان البيجامه مليانه قلوب والقلوب دي هتكبس على نفسي وانا نايم بقول لك ايه كفايه عليك الشراب ما توجعش دماغي ما انا بقول كده برضو بقول لك ايه يا مهاب ايه عايز الشراب؟ انا خايفة نكون ورطنا نفسنا وبعدين مش الحاوي كتب على نفسه تعهد انه مش هيقرب من نانو لازمتها ايه بقى القعدة هنا؟ ليلى الحاوي ده بني ادم ملوش كلمة احنا لو سيبنا نانو لوحدها هيخلص عليها وساعتها بقى هيكون زنبها في رقبتنا يعني احنا هنفضل عايشين معاها العمر كله؟ اول ما توصل لبر الامان هنقطع علاقتنا بيها وكل واحد يروح لحاله ومين بقى ان شاء الله اللي هيوصلها لبر الامان؟ عيب تسألي السؤال ده والقبطان متلقح جنبك احبك وانت قبطان يا ليلى ليلى يا امك دي مش سايبانا في حالنا حتى واحنا في الغربه ادخلي يا ماما هي الاوضه بتاعتكم بتبص على البسين ايوه يا ماما بتبص على البسين في حاجه اصل الاوضه بتاعتي كاتمه والفيو عندي بتاعها كمان اي كلام وانتي هتنامي ولا هتبصي على البسين روحي نامي يا زينب على فكره السرير بتاعكم صغير قوي انا السرير بتاعي يجري فيه الخيل احنا مش عايزين نجري ورا الخيل اتفضلي انت روحي اجري وراه تصبحي على خير يا ماما وانت من اهله غريبه زينب دي البسين قال احنا كنا بنقول ايه يا قبطان ليلى يا ليلى ايه عايزه ايه انا وانت كمان واضح ان الاوضه دي الوحيده اللي بتبص على البسين انا بقول ننزل ننام في المطبخ ممكن ادخل يا ليلى اتفضلي يا حبيبتي انا مش عارفه انام يا ليلى احنا الاوضه بتاعتنا بحري وبتبص على البسين تعالي نامي معانا ما تتلم انت راخ انا خدت قرصين منوم وبرضه مش عارفه انام عماله اتشقلب في السرير روحي اتشقلبي معاها يا ليلى وعايزاني انا اعمل لك ايه دلوقتي يا نانو ممكن تيجي تقعدي معايا نرغي شويه ماشي انا كده كده مش عارف انام في الاوضه اللي بتبص على البسين دي طب ممكن اجي اتشقلب معاكوا اتخمد يا مهاب احسن لك حاضر آه يا رجلي أنا مش مصدق إن الوحش اللي صرفت عليه دم قلبي يشرح رجلي كده سيبك بقى من الوحش والرغي ده وقولي هنعمل إيه في المصيبة اللي إحنا فيها دي مصيبة إيه تاني؟ التعهد اللي أنت كتبته على نفسك إحنا كده مش هنعرف نحط رجلنا في الفيلا دي تاني أبداً هنطلع فلوسنا زي من البدروم يا حاوي فلوسنا هتطلع حتى لو بالدم لا السكة دي احنا ملناش فيها احنا طول عمرنا شغلنا نضيف طب اعمل ايه في مهاب اللي طلع لي في البخت ده
طول ما هو موجود مستحيل هعرف اقرب من البدروم. طب ما نقعد ونتكلم معاه ونكشف ورقنا، احنا ناخد حاجتنا ونسيب له الجمل بما حمل، ويا دار ما دخلك شر. بس الحكايه دي هتاخد وقت والبرنس مش هيصبر علينا. ما انا عايزاك تقعد تمخمخ كده، شغل دماغك اللي مديها اجازه بقالك فتره. يا اخي شوف لنا طريقه ندبر بيها القرشين بتوع البرنس من بره بره. اه طب ما تشوف لنا حاجه نسخن بيها الجمجمه عشان نعرف نفكر. اوبا هو ده الكلام. يا شكرا. بتجعري ليه على الصبح كده يا نانو؟ مش عارفه، صاحيه كده نفسي مفتوحه وعايزه افطر. طب ما تنزلي تفطري نفسك، هو كل حاجه شكرا شكرا دي؟ نفسي بس للاسف ما بعرفش. اللي ما بيعرفش يتعلم. يعني هتعلميني؟ فوتي فوتي قدامي يا هم التقيل يا اخره صبري. ايه رايك بعد ما نفطر ننزل البول؟ بسين ايه ورجلك مجزوعه؟ ما انا خلاص بقيت كويسه خلاص. اوعي بس تتكفي على وشك في السلم المنيل ده. تعرفي يا ليلى انا نفسي تقعدي معايا على طول. يعني اسيب جوزي وبيتي واجي اقعد معاكي؟ انت تهبلت يا بنت ولا ايه؟ وتسيبيه ليه؟ ما يقعد معانا هو كمان. ويقعد معانا بمناسبه ايه بقى؟ عادي، ما هو جوزي زي ما هو جوزك يعني. انت مش قلتي هتطلقيه يا بنت انت؟ دي كانت لحظه زعل، اصل انا لما بزعل ما بشوفش قدامي خالص. وانا بقى لما بزعل بيركبني 100 عفريت، وممكن اجيب زمره رقبتك دلوقتي في ايدي. ليه بس يا ليلى؟ هو انا عملت لك حاجه؟ بقول لك ايه يا نانو، انا زي الفريك يا حبيبتي، ما بحب الشريك. يا ريت بس شويه توضيح كده عشان مش فاهمه. يعني ما احبش حد يشاركني في جوزي. دي جوازه فيك، انا مش عايزه حاجه من مهاب، انا كل بس اللي انا عايزاه انكم تكونوا حواليا، مش اكتر من كده. يوه ده ايه الوقعه الطين بس يا ربي اللي انا فيها دي. ادخلي ادخلي يا نانو قدامي على المطبخ، ادخلي اما اشوف اخرتها. اوكي. ممكن ادخل ولا ايه؟ معقول سيب بالحاوي بنفسه عندنا؟ ده ايه اللي فكرك فجأة بالبيت سنتر؟ صحيت من النوم لقيتك مش موجودة في الصومعة، قلبي كلني عليك. سلامة قلبك. ها اخبار الشغل ايه هنا؟ زي ما انت شايف السنتر بيشغي. ربنا يبارك. ما تيجي ناخد جولة في السنتر كده، يمكن واحدة من الزباين تعجبك. مفيش واحدة تملعيني غيرك، انتي قاعدة مربعة جوه قلبي. يا حتة يا حتة يا حتة من قلبي. بموت في أنغام. طب أنا لوحدي ولا نانو قاعدة جنبي؟ ما تجيب لي سيرتها، كل ما تيجي سيرتها رجلي تنقح عليا. تفتكري أنا ههوهو زي ما مهاب قال لي؟ ومال هاو هاو يا حبيبي، انا راضيه بيك بديل ومن غير دي. طب ندخل في الموضوع. ايوه كده، انا قلت الزياره دي مش مجانا. انا لقيت بيع للسنتر. اوبا احبك لما تشغل دماغك. فاكره الشربيني بتاع مرسى علم؟ طبعا، بس ده بقاله كتير مش في الصوره. الحكومه كانت مضيقه عليه، بس رجع يشتغل في الاثار تاني. وده عايز يخسر؟ ايوه، معاه قرشين عايز يظبطهم، اتفقت معه على 25 مليون ونكتب له السنتر باسم واحده من معارفه. وماله، مش عيب. هيسلم ال 20 مليون للبرنس من بره بره. وال 5 مليون دي مصاريف شهر العسل. انت هتتجوز من ورايا ولا ايه؟ وانا اقدر يا عروسة؟ اوبا ده انا كده هيغمى عليا من الفرح. لا امسكي نفسك، ما عندناش وقت للكلام ده. بس في مشكلة. مشكلة ايه تاني؟ البيوتي سنتر باسم نانو. وماله، هنسيب لها الحساب اللي في البنك. ها ايه رأيك بقى في دماغي؟ متكلفة. حاسس بكده برضو. انا متشكر قوي يا زينب، جميلك ده هفضل شايله العمر كله. متشكر على ايه؟ منانو برضو زي بنتي، ما ينفعش يعني نسيبها بطولها كده. انا فعلا ظلمتها معايا، فرحت بدخلة سيد الحاوي عليا وقلت هيسعدها ويسعدني بفلوسه. اللي حصل حصل، المهم من هنا ورايح تخلي بالك منها، بنتك محتاجة لحضنك. وحضنك انت كمان، نانو امها ماتت بدري وما لحقتش تشبع بيها. قلت ايه يا زينب؟ قلت ايه في ايه؟ نانو محتاجة الام وانا محتاج لك يا زينب. هو ده وقته يا صديق، مش لما نشوف بس الاول هنعمل ايه في المصيبة اللي احنا فيها دي. سيد الحاوي طول ما هو شايفنا حوالين نانو مش هيقدر يقرب منها. صباح الفل يا حماية. سيد الحاوي، طب سلام دلوقتي يا زينب. ايه هتسيبنا كده واقفين؟ مفيش يتفضلوا؟
انت ليك عين تيجي هنا بعد اللي عملته؟ خلاص بقى يا استاذ صديق المسامح كريم. ها هنقعد ولا ناخد الباب ورانا؟ عايز ايه يا سيد يا حاوي؟ طب هو انا ممكن اخد قهوة مظبوط؟ ينفع؟ يا دكتور يا دكتور، هو انا ما اعرفش اقعد مع نفسي شوية؟ انا مش عايز اقطع خلوتك على البسيم، بس حضرتك ما قلتليش شكرا على اللي عملته مع الحاوي بيه. انت هتستعبط يا سعد، انت كنت واقف على جنب تتفرج، ده لولا الوحش كان زمان الحاوي تهربق الفيلا على دماغنا. وانت ما حضرتش الطبخة من اولها. انا اول ما لمحت الحاوي جاي على الفيلا والبت الميصة بتجري وراه رحت فاتح الباب على اخره. هي دي الطبخة؟ ايوة. واول ما حطوا رجليهم في الجنينة رحت مسيب عليهم الوحش وعينك ما تشوف الا النور. عموما انا هسأل الوحش واتأكد منه. يعني حضرتك بتصدق الوحش وتكدبناني؟ ايوه طبعا. في حاجة؟ هقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ايه وحش؟ انا مزنوق في قرشين يا حماي. يا سلام، خيرك سابق يا سيد. محتاج كام؟ 10,000؟ 20,000؟ وانا بقولك هشتري كسوة السيف، بقولك مزنوق. ايوة عايز كام يعني؟ عايز 10,000,000 جنيه اللي انت خدتهم مني. كان على عيني، الفلوس اتفرتكت يا سيد. عايز تفهمني انك صرفت 10,000,000 جنيه في اقل من شهر؟ ما انت شايف الهنجر الجديد والمكان جاي في الطريق، مش انت اللي شورت عليا بالتوسعات؟ اديني توسعت. طب وبعدين كده بقى مفيش قدامي غير ان انا بيع البيوتي سنتر. حرام عليك يا ريس، ده انا ما صدقت الاقي حاجه تسلى فيها. يا ستي بتعالي تسلي في المصنع وهو تاخدي بحسي. بس في مشكله. مشكله ايه تاني؟ السنتر باسم نانو، وبعد اللي حصل انا ماليش كلام معاها. مالكش دعوه، انا هعرف اقنعها. انت قد الكلام ده يا حمايه ولا فتحت صدر على الفاضي؟ ما تقولش كده يا ريس، اكيد الاستاذ صديق ليه كلمه على بنتي. انا هخليها تعمل لك توكيل بيع وشراء للسنتر. في حاجة تاني؟ أنا لا ليا في بيع ولا في شراء، خلي التوكيل باسم إنجي. وماله؟ هي إنجي غريبة؟ دي بنتنا برضو. حبيبي يا أستاذ صديق، حبيبي. بقولك يا دكتور، أنت هتبتدي بطبق الشوربة بتاعي. تاني يا ليلى؟ أنا مش قلتلك البنت دي ما تدخلش المطبخ؟ ما تسيبها تجرب فيك يا مهاب. ها عجبتك؟ حلوة، بس انا مش عارف احدد هي شوربه ايه بالظبط. هي المفروض انها شوربه كريمه بالفراخ. هي الكريمه تقلت شويه بس مش مشكله، هعمل حسابي المره الجايه ان شاء الله. هو لسه في مره جايه؟ مساء الخير. تعالى يا استاذ صديق، حماتك بتحبك. ياه، ده انا بقالي يجي 10 سنين ما اكلتش في وسط لمه حلوه كده. ادخل على الشوربه يا صديق واجل المقدمات دي لبعدين. ايوه يا بوبي، تعالى دي هتعجبك قوي. بس انا كنت عايزك في كلمتين على جنب. قول اللي انت عاوزه، مفيش حد غريب. بس الموضوع يخصك. ما قالت لك مفيش حد غريب؟ سيد الحاوي جال المصنع النهارده. عايز ايه تاني سي زفت ده؟ مزنوق في قرشين وعايز يبيع البيوتي سنتر. وانا مش هبيع.